على خلفية تقرير مجلس الحسابات الأخير الذي خرج بتقرير مغلوط بالنسبة للشعب المغربي والمواطن خاصة في حدود 57%، نحن الصيادلة ندخل في منظومة الصحة وفي التغطية الصحية. هذا لنشرح عن عجالة وبسرعة. أولا، هاد 57% كيدخل فيها الأول هو للابوراتوار يعني المصنعين، ثم كيجي من بعد منها الموزعين اللي كياخذوا من عند المصنعين، عاد كيجي الصيدلي اللي هو عبارة عن موزع صغير ومراقب ومرافق للشعب في الحي اللي كيكون فاتح فيه، والله في الزقاق اللي حال فيه، اللي هي مشاكل كتكون اجتماعية وكتكون نفسية وكتكون حتى مادية. بما أنه التغطية الصحية ديال 2023 كانت في حدود ما يناهز أو يفوق 23 مليار ديال الدرهم، رغم أن مجلس الحسابات في التقرير ما تحددش على هاد الفلوس اللي كانت دخلات للحكومة. الحكومة كشرح بسيط، فين شدات الناس ديال الرميد دخلاتهم باش يديروا التغطية الصحية، خدات من عندهم 200 درهم. وعلاش تاخذ من عندهم 200 درهم ونحن الدعم ديجا كاين في 23 مليار ديال الدرهم، ما يفوق 23 مليار ديال الدرهم. احنا غير كنعطوا دي نوسيون، ما غاديش نتكلموا في كل شيء. احنا كنشرحوا للناس المختصة والناس اللي اختصاصها حتى في السلطات المالية وفي السلطة وبالنسبة حتى للقرارات، باش يفهموا مزيان معانا. ربما كاينين شي اشخاص كيقولوا لك كيتكلموا بهذيك الطريقة، إذن أنا كنظن بأنه ما فهمش التقرير مزيان، ولا التقرير ما كانش واضح لأنه أشار إلى الصيدلي. هو فعلا خاصكم تفهموا بأن الصيدلي هو اللي كيكون مسؤول على صناعة الأدوية، وكذلك الصيدلي كيكون مسؤول على توزيع الأدوية للصيادلة، صيادلة الصيدليات، وعاد كيوصلوا للصيدلي اللي هو مول الصيدلية. هاد المجموع كامل هو 57%، هما ناضوا عطاوها ديريكت وحسبوها على الصيدلي اللي هو صيدلي الصيدليات، يعني كدكتور صيدلي يزاول العمل ديالو داخل صيدلية ومشروع، بالرغم أننا كنشغلوا معانا الناس وكنخلصوا لا سينيسيس ديالهم، يعني يعني نحنا ناس مدرين للدخل حتى بالنسبة في المجتمع، يعني كنمتصوا البطالة. وما نساوش واحد النقطة، بأننا في الكوفيد احنا هما اللي كنا خدامين في الصفوف الأمامية، والدليل على ذلك ماتوا من عندنا عشرات الصيادلة بمرض الكوفيد، وماتوا من عندنا عاوتاني حتى مساعدين الصيادلة الله يوليهم برحمة الله. نحنا كنطالبوا من هنا دابا من الحكومة من الوزارة الوصية، كما طالبنا منهم ما استجباتش معنا، قالت لك ما كاينش مع من نتكلم مع من نتحدث. اولا الوزارة الوصية كتقرر القرار وكترسلوا لينا بغيتي ولا ما بغيتي، المهم ما كتصيفطوا، ولكن الا بغاو يتكلموا راه الحق النقابي هو الوحيد اللي كيمثل الصيدلي، يعني جميع النقابات كل نقابة عندها الحق تمثل الصيادلة اللي كينضاويو تحتها. هذه نقطة اولى. النقطة الثانية هي أن الهيئة اللي نحنا كنصوتوا عليها راه كتكون امتداد للوزارة الوصية وللسلطة، لذلك الرجوع دائما خاص يكون للنقابات، حيث هو المتضرر الأول ولا هو المستنفع الأول. هنا كاين خطأ كبير، الحكومة كتاخذ القرارات بالنسبة لواحد الشريحة اللي هي مهمة في المجتمع، لنفرض كما نحنا قررنا في اجتماعنا ولكن باتفاق مع حتى اتفاق مع جميع النقابات على إضراب عام ما نخدموش، واش غادي يستفاد من بعد هذاك الموزع اللي كياخذ من عند المصنع،
والمصنع غادي يستفاد من بعد من عند الموزع، لانه في الاخير نحن هما اللي كان نديستريبيو، يعني حنا اللي كنوزعوا الادويه في المجتمع، وكنشرحوا الدواء، وكنهضروا مع الناس، وكنشدوا لهم الخاطر، وما كيرجعش للطبيب وكيرجع لينا، وفين كنبغوا نغيروا الدواء تيقول لك لا ما تغيروش حتى ترجع للطبيب. ونحنا عندنا في البروسبكتوس راه مكتوبه استشير الطبيب ديالك ولا استشير الصيدلي ديالك. هذه نقطه مهمه خاصها عاوتاني تناقش في حيده اخرى. نحنا دابا بسبب ديال هذا التقرير تقررت جميع النقابات، والحمد لله في اتحاد عام على اضراب عام، ونخليو هذه الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الصحه تخدم الصيدليات اللي عندها في لي زوبيطو الا بغاو يخدموهم يخرجوا الدواء شويه. احنا ما باغينش للربح، الا كنا احنا كنربحوا ما بغيناش الربح، خرجوا الدواء من عندكم خدموا مع الشعب. ياك كتقولوا كل شيء كاين في لي زوبيطو، ايوا بسم الله الرحمن الرحيم بداو. الوزير كان كاتبوه وانا كنقولها له من هنايا من هذا المنبر ومن قدام باب دار الصيدلي، ما كيستقبلناش. كان نراسلو اي اختصاص وزاره الماليه ما كيستقبلوناش، فين ما رسلنا ما كيستقبلوناش بست شهور بثلاث شهور. اذا شكون اللي كيتماطل في النقاش؟ ماشي نحن الصيادله، اللي كيتماطل السلطات المختصه. والان وفي هذه الظرفيه قررنا اضراب للنقاش، والاضراب غادي يكون مستمر، وقررنا باش نبداو من 24 ساعة ولا 48 ساعة بدون حراسة، بدون حراسة. إذا خص الوزارات المختصة تتحمل المسؤولية ديالها في الشارع، وتتحمل المسؤولية ديالها مع الشعب، وتتحمل المسؤولية ديالها الدستورية والقانونية بالبنود ديالها. ما نساو حتى شي بند، إما يعطيونا حقوقنا في الجهوية، إما يعطيونا حقوقنا في الانتخابات ديالنا، وباش نكونوا مكتب ديالنا اللي هو امتداد للسلطه. اما غادي نبقاو في فوضى لا داعي لها، ستاتي على اليابس والاخضر. نحنا ماشي هما هذاك الحيط القصير، نحنا ناس كنتعاملوا يوميا كنتعاملوا مع الشعب، يوميا كنتعاونوا مع الشعب، يوميا خدامين، ما عمرنا ما تماطلنا. كل شيء كان كيخاف من الكوفيد الا الصيادله، وبالدليل شنو هو؟ شكون اللي اول حمله فين دارها؟ صاحب الجلاله نصره الله، وبان في التلفزيون الله يشافيه ويعافيه ويكافيه، وحنا معاه جميع المسلمين، اللهم صل على محمد وال محمد. دار الشوكه، حنا اول واحدين ضربنا الشوكه، ومسجله في التلفزه المغربيه، ومسجله في كل الاماكن، وبالصحافه شجعنا عليها ودعمنا. الان ما كيجاوبونا، ما كيتعاملوا معنا، ردونا باننا نحن هما اللي بون جشعين في الارباح ديالنا، باننا ما كنحتارموش العمل ديالنا. المهم داك الشيء ما عنديش كيفاش نفسرو، ولكن اي حاجه مشينا لهذا العمل اللي هو نبيل واللي هو مهم ونافع في البلد. فعلا احنا كنكملوا المنظومة الصحية، ولكن الله تنتم يبارك فيكم إلى ما تكملوا العمل ديالكم في المنظومة الصحية، وبدون خداع وبدون غش وبصراحة.